السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب 241، اليوم راح نبدأ بشابتر 4 بعنوان Real Vector Spaces. تعريف، بداية مع التعريف، Let V be an unempty set with two operations, addition. معنى الaddition for any U, V in big V, U plus V المعرفينه عليه، الجمع معرفين عليه بيكون in big V, and scalar multiplication for any u in big V and k scalar in R, a product k u in V. هاي الحالة نحكي عن V is called a vector space over R, أو نسميه real vector space, if the following axioms are satisfied. إذا مجموعة non-empty معرف عليها الجمع ومعرف عليها scalar multiple وبتحقق 8 شروط. الشرط الأول U plus V equals V plus U for each U, V in V. أيضا الشرط الassociative U plus V plus W equals U plus V plus W for each U, V, W in big V بغض النظر وين ما تضع الأقواس. There is an object zero in V called a zero vector for V such that zero plus U equals U plus zero and this equal U for each U in V. For each U in V there's an object denoted by negative u in v called a negative of u such that u plus negative u equals negative u plus u and this equals zero object. طبعا هون بول نفس الزيرو اللي لقيناه في 3. الشرط الرابع مرتبط مع الشرط الثالث. ايضا k في u plus v equals k u plus k v for each k in r and u v in big v. K plus M في U تساوي K A U plus M U for each K M in R and U in V. K في M U equals K في M في U for each K M in R and U in V. وأخيرا واحد في U equals U for each U in big V. إذن هاي مجموعة الشروط، وإذا تتذكروا في فيديو سابق حكينا إنه the set of all matrices M by N matrices with وكنا عارفين عليها addition معرفين عليها scalar multiplication بتحقق هاي الشروط وسميناها بهذيك اللحظة vector space. من أمثلة أخرى خذ ال V فقط singleton zero يعني مجموعة فيها الزيرو، فهو بدنا نجمع بنعرف ضرب ثابت. فالجمع رح عارفه إنه خذ أي عنصرين، هون أي عنصرين رح يكون زيرو والعنصر الثاني أكيد زيرو يعني ما في خلافات. فزيرو زائد زيرو equals zero. K في 0 equals 0 for each K in R. فهذا راح يكون vector space. إذا مش سهل تتحقق إنه من الثمان شروط كلهم متحققة. طبعا أول شيء لاحظ إنه 0 زائد 0 يساوي 0 عنصر الجواب طلع موجود في B. Scalar في 0 تساوي 0 أيضا موجود في B. إذا هذا إذا معرف عليه addition scalar multiplication. ظل تحقق باقي الشروط سهلة، مثلا U زائد V يساوي V زائد U. لكل U V تنتمي ال V. ال U ده أكيد 0 وال V 0. 0 زائد 0 يساوي 0. 0 زائد 0 يساوي 0. إذا الشرط V1 متحقق. وهلم الجرى تلاحظ إنه كل الشروط متحققة. وهذا فيكتور سبيس مشهور وبنسميه زيرو فيكتور سبيس. مثال ثاني متعودين عنه بالفيزيكس، V تساوي R3 اللي مجموعة كل الـ X1, X2, X3 بحيث أنه X1 و X2 و X3 تنتمي الـ R. فهذه is a vector space. ما هو الجمع؟ بنجمع by addition by component wise. A1, A2, A3 زائد B1, B2, B3 رح تصير الأول زائد أول A1 زائد B1، الثاني زائد الثاني A2 زائد B2، الثالث زائد ثالث A3 زائد B3. ايضا ثابت في فيكتور في R3 راح يطلعنا عنصر في فيكتور R3 K في A1 A2 A3 تساوي K في A1 K في A2 K في A3 for each K in R. ماشي. طبعا هذا هو فيكتور سبيس. اوكي، ومن هو الشيء الاساسي اللي انطلقنا منه حتى عرفنا صراحه فيكتور سبيس. مثلا ممكن لو نفحصنا الشروط، الشرط الثالث اللي هو زيرو اوبجكت، واضح انه زيرو اوبجكت راح يكون عباره عن الفيكتور 0 0 0 0 0 0. ايضا لكل عنصر في له النيجيشن نيجاتيف، مثلا a1 a2 a3 النيجاتيف اللي راح يكون سالب a1 سالب a2 سالب a3. طبعا نسينا احكي لكم انه عناصر الفيكتور سبيس بنسميهم فيكتورز، عناصر الفيكتور سبيس بنسميهم فيكتورز.
طبعا v تساوي r3 نقدر نعممها انه v تساوي rn r1 r2 r3 r4 rn بشكل عام، نفس العملية الجمع والscale multiplication بالتعميم. اوكي مثال اخر، خذ let v be the set of all 2 by 2 matrices with real integers. هيك هلا راح نعرف الجمع والscale multiplication اللي عرفناه زمان، هذا الجمع وهذا scale multiplication. فسهل تلاحظ انه هذا ال V هو فيكتور سبيس، وهذه معلومه مرت معنا في شابتر 1. اوكي طبعا الزيرو اوبجكت راح يكون عباره عن 0 0 0 0 0 ماتريكس حجمها 2 ب 2، وايضا بنعممها انه V تساوي M M N the set of all M by N matrices with real integers، هذول بنسميها حتكون فيكتور سبيس. مثال اخر، الست بهذا الشكل نرمز لها بهذا الرمز R negative infinity infinity لي the set of real valued functions that are defined at each x in negative infinity infinity. يعني احنا نحكي عن كل real valued function اللي دومينهم من سالب infinity الى infinity الى، وطبعا انا بس لهذا الرمز الى الكودومين مجموعة الاعداد الحقيقية. هذا is vector space. طبعا حتى يكون vector space بدك تعرف عليه جمع وتعرف عليه scalar multiplication، فبدك function زائد function يعطيني function. فخذ function أول f، function ثاني g، ف-f زائد g راح يكون function جديد، بحيث إنه كل عنصر في r اللي هو نسميه x صورته f of x plus g of x. أيضاً ثابت في function راح يكون function جديد، بنقل لي كل عنصر في سالب infinity infinity x بصير صورته k في f of x. هون سهل تتحققوا من الثمان شروط الباقي. طبعا الزيرو اوبجكت راح يكون عندك الزيرو فانكشن اللي هو اف من سالب انفينيتي انفينيتي الار، بحيث انه صوره كل اكس صفر، صوره اكس دائما صفر. اوكي هلا خلينا ناخذ مثال على مجموعه مش فيكتور سبيس. فهون خذ الدبليو ار 2 اللي هي كل ازواج مرتب اي بي، ونعرف عليها اديشن وسكيلر مالتيبليكيشن. انا لاحظ لما نفحص مجموعه فيكتور سبيس ما بنكتفي فقط بمجموعه، لازم اعطيك الجمع واعطيك الضرب ثابت بعدين تفحص الشروط. فالجمع لاحظ نفس الجمع العادي ما تغير، لكن الضرب غير ضرب غريب، كي في اي بي نضربنا باول كوبون كي اي والثاني زيرو، فهذا راح يكون از نوت فيكتور سبيس. نوت فيكتور سبيس معناته في شرط من الشروط اختل. لو رحنا على اخر شرط، اخر شرط شو بيقول؟ وهون اخطات خطا مطبعي، هون ليست في، هون دبليو لان نسميها في دبليو فوق، فحطوا دين دبليو از نوت ا فيكتور سبيس. فلو رحنا على اخر شرط، اخر شرط شو بيقول؟ انه واحد في يو تساوي يو لكل يو ان بيج في. خذ اليو 4.2. اوكي؟ خذ اليو 4.2. احسب واحد في يو بناء على التعريف هذا. طبعا في قوس اضافي هنا. بصير عندك واحد في أربعة، أربعة الثاني صفر، أربعة في الصفر. هلا أربعة وصفر لا تساوي أربعة واثنين. إذا معناها الشرط ثمانية اختل. بما أنه شرط ثمانية اختل معناته المجموعة اللي بنحكي عنها is not a vector space. أوكي. هذا ما لدينا هذا اليوم. يعطيكم العافية وإلى اللقاء مع فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.